أيها المستمعون الكرام، كنا بانتظار كلمة لرئاسة الوزراء في مملكة الدنمارك حول أوضاع عدوى فيروس الكورونا في البلاد، حيث ألقت السيدة وما تزال تلقي في هذه الكلمة وتتلقى الأسئلة من عدد من الصحفيين حول وباء فيروس الكورونا وما هي الأوضاع التي ستكون مستقبلا بعد عملية احتفالات في عيد الفصح يعني 15 من نيسان، حيث صممت وأكدت على أنه كل الاحتفالات لغاية شهر أغسطس القادم يعني بعد حوالي 4 أشهر لن يكون أي تجمعات وأي احتفالات في مملكة الدنمارك. نستمع إلى كلمة رئيسة الوزراء السيدة ميتي وأيضا الحكومة. أيها المشاهدون الكرام والمستمعون، هذا مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء ميتي الدنماركية عن أحوال الأوضاع في مملكة الدنمارك في هذا اليوم 26 نيسان 2020. ترجمة فورية من شبكة راديو عرب الدنمارك أبو أمين، فلنستمع. Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Og det er hele Danmark, der skal bære byrden. ما زالت تتحدث عن الحجر الصحي في مملكة الدنمارك، حيث تقوم بنشر الإرشادات للمواطنين على أن تكون المسافات فيما بين المواطنون فيما بينهم بعيدة وأن يتجنبون الاحتكاك فيما بينهم، وأيضا تقول بأن التفاؤل قادم في منتصف الشهر الحالي نيسان، يعني من المتوقع أن تعود الحياة تدريجيا طبيعية في الدنمارك على أن تفتح المدارس لاستقبال طلاب الدنماركيين. وأيضا في كلمتها يعني بالتفاؤل هي تراقب حكومة الدنمارك أعداد المصابين في فيروس الكورونا، تقول إذا استمر الانخفاض في عدد الإصابات ستعود تدريجيا افتتاح الدنمارك والحياة تعود إلى ما كانت عليه، ولكن الاهتمام بالترقب بعدد الإصابات التي يصاب بها الشعب الدنماركي بشكل يومي. إذا استمر الانخفاض سنعود في الأسبوع القادم إلى إعلان أن افتتاح المحلات التجارية والحياة والأسواق تعود بشكل طبيعي في مملكة الدنمارك. Hårdt ud over både folkesundheden og økonomien, hvis vi tager 2 skridt frem og så må gå 1 tilbage. Men åbner vi for sent, så kan det også få alvorlige konsekvenser. كل اهتمامها على افتتاح الحياة الطبيعية في مملكة الدنمارك على أن تعود، لكن هذا الخطاب هو خطاب تفاؤلي يعني يتطلب الاهتمام أكثر وأكثر والترقب في الأسبوع القادم
ماذا يجري من ارتفاع أو انخفاض في عدد الإصابات، وهذا هو الذي يحكم على أن تعود الحياة الطبيعية في مملكة الدنمارك، هو إما استمرار انخفاض أعداد الإصابات في فيروس الكورونا في الدنمارك، وإما أن يعود مرة أخرى. ولكن أملها أنه تنتظر للأسبوع القادم عن حصيلة أعداد الإصابات في الدنمارك، هي التي تحكم الشارع أن يعود أم يبقى بالحجر الصحي. يعني هي تركز على البوسكا، يعني اللي هو يبدأ في 13 أو 15 من نيسان هذا الشهر، على أنه تهتم أكثر وأكثر، تنشر إرشادات لمواطنيها على أن يكون المسافة بين الأشخاص أن تكون يعني أكثر تحفظا وابتعادا عن بعضهم البعض، حتى يعني تؤمن السلامة للمواطنين في الدنمارك. العدوى هي التي تحكم بتكاثر الإصابات في الدنمارك. Børn og voksne skal være ude så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Indenfor skal der være mere afstand. تركز على الأطفال وعلى العائلات، وبالأخص تركز على الحضانات والأطفال الذين يعودون إلى مراكز الحضانات والصفوف الابتدائية الأولى في مدارسهم، لأنهم لا يستطيعون الحفاظ والحماية على أنفسهم. يجب أن ننظر في حالهم كيف يتم الحفاظ على الأطفال في الحضانات، وأيضا الأطفال الذين لا يعرفون يعني كيف يتم عملية الوقاية من هذا المرض الوبائي. Hverdagen kommer ikke tilbage i vores samfund forløbig, og vi skal leve med mange restriktioner mange måneder endnu. Og vi skal måske for altid vende os til at omgås hinanden på nye måder. Det vi er blevet gode til nu med at vaske hænder, hoste i ærmet og blive hjemme, hvis vi... هذا هو الثالث مؤتمر صحفي تقوم به رئاسة الوزراء السيدة ميتي لشعبها الدنمارك بعملية الإرشادات، غسل اليدين باهتمام والنظافة وتعقيم اليدين والانتباه على أنفسهم، كما ذكرت الابتعاد عن التجمعات فيما بين المواطنين فيما بعضهم البعض، إما في الأسواق وإما في المحلات التجارية أو في الحافلات. هذه الأخبار تأتيكم من شبكة راديو عربة الدنمارك، أبو أمين للترجمة الفورية ولنقل الأخبار الهامة في مملكة الدنمارك بشكل يومي مسائيا، تابعونا عليها باستمرار، مترجمة إلى اللغة العربية من قبل مراسلونا وبالتعاون مع ملتقى مركز الفلسطيني الإعلامي أوروبا. Det gælder også forløbigt frem til 10. maj. Det kommer også til at gælde for efterskolerne og for de frie fagskoler. I unge, der står over من ناحية المدارس والطلاب، هي تركز على هذا العمل على أن يعني الطلاب يأخذ دورهم في المدارس، حتى تجمعات في السينمات والمسارح
أيضا يجب أن يهتموا طالما كانت مغلقة وهي تهتم بنقل النصح والإرشاد لهؤلاء الأماكن. Det være en prioritet for os at se på, om ikke det kan lade sig gøre at lempe restriktionerne for nogle af jer ved den næste fase. Det her siger jeg også som en besked til bankerne. تهتم أيضا الشرطة في ذلك في يعني متابعة متابعة من يكون في يعني في يعني ارتكاب مخالفات eller som bliver budt på nogle alt for høje renter. Den går ikke. I den her situation. En ting er kredit i banken. Noget andet er Asia Okhra. أريد أن كلها إليكم. ما زالت يعني تنبه المواطنين وهو الأهم يعني التجمعات ممنوعة. يعني ما زالت يعني يعني الانتباه ويعني الخطر بعد ما زال في الدنمارك على أن التجمعات هي ممنوعة. أيضا من ناحية الاقتصاد تكلمت، طبعا هاي الترجمة يعني اللي أنا فهمتها يعني بالترجمة، تكلمت عن الاقتصاد أنها ستقدم الحكومة مساعدات لكل هؤلاء الذين يعني توقفت أعمالهم في هذا الشهر، يعني كالمحلات التجارية. أيضا ستقوم الحكومة بتقديم المساعدة بدعمهم و... نعم تكلمت أيضا عن عيد العمال اللي هو الأول من ماي، يعني فيست ماي بسموه بالدنماركي. تكلمت على أنه قد ألغي الاحتفال بعيد العمال السنوي الذي يحصل كل سنة في الأول من ماي. تكلمت على أنه يلتغى هذا الاحتفال والاحتفالات أيضا التي تحصل في الفيليباركن من موسيقى وتجمعات والخيام أيضا التي تأوي المطاعم والاحتفالات في داخلها والمقاهي، هذه في فيست ماي قد ألغيت بشكل تام حتى الآن. يعني ما زالت تقوم بتوعية المواطنون على أن يهتمون بالحجر الصحي، وأن ما زالت الحجر الصحي هي قائمة حتى ينظرون في المستقبل بعد يعني أعياد الفصح، مما اضطرت أيضا هذا الترجمة قبل هاي الترجمة إنه الملكة ألغت عيد ميلادها 80 ورفضت استقبال الورود والهدايا من مواطنيها في عيد ميلادها. هذه الترجمة كانت قبل يعني عدة أيام، قد رفضت الملكة الاحتفال بعيد ميلادها 80 المتوقع قريبا. طبعا هذا ما صرحته الملكة وليست رئيس رئاسة الوزراء، أن أعياد ميلاد الملكة قد ألغي ورفضت استقبال الزهور من المواطنين في عيد ميلادها القريب. الافتتاح في الدنمارك يتم، وتقصد بالافتتاح اللي هي العودة يعني إلى الحياة الطبيعية كالماضي. Og indtil den dag måtte oprinde,
så skal vi i Danmark gøre, hvad vi kan for at blive på den grønne kurve. Find balancen, så sundhedsvæsenet kan blive ved med at følge med, og så Danmark kan komme godt igennem. يكون يعني مترنح وليس ثابتا في الوقت الحاضر. إذا يعني الحياة تعود في الوقت الحاضر هي يعني شبه يعني متأرجحة، يعني ليس يعني متخذين قرار لغاية الآن. At vi heller vil gå et skridt for langt end et skridt for kort. Når vi nu skal i gang med stille og roligt åbne Danmark op, så er det omvendt. Så vil vi heller tage et skridt for kort end for langt. Minister Sahaya يتكلم الان. Fordi sundhedsvæsenet har været igennem en enorm omstilling. Vores sygeplejersker er blevet omskolet. Vi har sat telte op, så vi kan gennemføre test. Vi har oprettet særlige covid-afdelinger. في كل مرة يتكلم عن الممرضات والممرضون والكادر الطبي في الدنمارك في المستشفيات في الصحة العامة. Vi ligger altså stadig inden for den grønne kurve. Samtidig udnytter vi muligheden for hele tiden at blive klogere på den her virus. Og vores erfaring siger nu, at man i gennemsnit er indlagt på intensiv i cirka 3 uger. Må man ærligt at sige, det er længere tid, end hvad vi først antog. Og det viser, at vi hele tiden skal være klar til at tilpasse. Vi ved en ting, der er med sikkerhed, og det er, at danskernes adfærd er helt afgørende for den udvikling, vi ser. Og derfor handler det om at blive ved med at vaske hænder grundigt mange gange om dagen. Spritte hænder, hvis vi har håndsprit. Holde afstand til hinanden. Undlade at mødes mange mennesker sammen. Som en del af den her gradvise og forsigtige kontrollerede genåbning, bliver der arbejdet på en app, en frivillig app til vores mobiltelefoner, som skal hjælpe os alle sammen til at være bedre til at være opmærksomme på det her med at holde afstand til hinanden. يعني يقوم يعني الولاء للكادر الطبي على أنهم كلهم يعملون ليلا نهارا لتقديم الخدمات للمرضى، وخاصة يعني يركز على كبار السن في دور العجزة، وأيضا يعني يقدم إرشادات ونصح للمواطنين دائما دائما خليك في البيت أو ابتعدوا عن بعضكم البعض، لا تقتربون من بعضكم البعض، لأن العدوى هي المنتشرة تكون أخطر على الإنسان من قربهم لبعضهم البعض. يعني كل عملية نصح وإرشادات و يعني تقديم أيضا كل ما يلزم للشعب الدنماركي من حكومتهم، هذا يعني أهم وأبرز ما يعني قدرنا أن نطلع في ترجمة فورية بهذا المؤتمر الصحفي، وهو الذي تم خلال 3 أسابيع، وهي 3 مرات قاموا بعمل مؤتمر صحفي طبعا توضيح الوباء الكورونا المنتشر في مملكة الدنمارك إلى أين وصلت غايته، وكم الإصابات وكم عدد الوفيات. Det kan vi godt. Det skal vi sørge for.
يعني من رئاسة الوزراء لمدير الصحة لأيضا الشرطة، كلهم في هذا المؤتمر يقومون بتوجيه كل ما هو لصالح المواطنين في مملكة الدنمارك، والسهر عليهم ليل نهار كما ذكر وزير الصحة في هذا المؤتمر. يتكلم أيضا الشرط رئيس الشرطة في هذا المؤتمر كله عن عملية عودة الحياة في الدنمارك، ولكن ليست في الوقت الحاضر هي الواردة بسبب كما ذكر من أخبار في هذا اليوم 6 نيسان أن أعداد الإصابات في مملكة الدنمارك قد ارتفع أيضا اليوم إلى حوالي ما لا يقل عن 400 شخص، وصل العدد إلى 4500 مصاب. عدد الوفيات أيضا قد ارتفع إلى 187 شخصا، قد يعني ارتفع في هذا اليوم ما لا يقل عن 20 وفاة. هذا يعني الشيء ليس بسهل على أن تكون الحياة طبيعية نعلن عنها في الوقت الحاضر على أن تعود بشكل طبيعي في الدنمارك، ولكن ما زال الخطر قائم. نرجو من الجميع السلامة ونرجو من الجميع التنبه، وأنه يعني الحكومة هي مطلعة على كل ما هو يصب في مصلحة المواطنون في مملكة الدنمارك، وأيضا يقومون على التواصل مع الطاقم الطبي بأعداد المصابين والمتوفون، وهذا يعني الأمر لا يسعنا إلا أن ننبه المواطنين على أن يستمروا بالحجر الصحي. هذه الترجمة يعني كانت شاملة من وزير الصحة وأيضا رئاسة الوزراء والشرطة، كلهم يعني في يصبون في نفس القائمة، وهي تقديم الإرشادات والنصائح لمواطنيهم بالابتعاد عن بعضهم البعض وعدم التواصل والتجمعات فيما بعضهم البعض، وهذا نعم يتكلم عن الأطفال أيضا بالحضانات إذا رجعوا، يعني هؤلاء الأطفال مثلا يعني كيف يعني سيهتمون بالنظافة إذا لم يكن لديهم مرشدات ومعلمات تقوم برعاية هؤلاء الأطفال في الحضانة لعملية غسل يديهم وتنظيفهم باستمرار ومراقبتهم ومراقبة أيضا أجهزتهم التنفسية إذا أحد الأطفال كان مصابا بفيروس الكورونا المعدي، فسيتم يعني عملية الانتباه على هؤلاء الأطفال، وأيضا محاولة علاجهم وعودتهم إلى منازلهم. يعني كيف يعودون هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون أو يعرفون ما هو العناية بالنظافة والمحافظة على أجسادهم كالكبار؟ نعم، هذا يعني أمر يتطلب الاهتمام والتشاور قبل فتح الحضانات أمام الأطفال. هذه الترجمة يعني ملخصة حتى يعني اللي قدرنا يعني نتوصل إلى ترجمة سريعة بهذا المؤتمر
الهام يعتبر والشامل أيضا. كما ذكرت أعداد الوفيات وصل إلى 187 عن يوم أول أمس. يوم أول أمس وصل العدد إلى 139 ويوم أمس وصل 160. يعني يزداد الوفيات من المصابين القدامى بأكثر, يعني حوالي أكثر من 20 حالة وفاة في الدنمارك, وهذا أمر ليس بسهل يعني. لكن عدد الإصابات هي بانخفاض وليست عالية, وإنما الحذر والاحتياط واجب من فيروس الكورونا الوبائي الذي يعني يفتك في العالم وخاصة البشرية الجمعاء. هذه الترجمة باختصار يعني ليست على لسان رئيس الوزراء, وإنما هي ترجمة من محطة عرب الدنمارك على أننا نقوم بالترجمة المحتوى الإخباري. ماذا يعني القصد من كل هذا المؤتمر؟ يعني الفيروس مستمر, الفيروس لا ينتهي في الدنمارك, الفيروس بعده مهدد كل إنسان يخرج من منزله ويتجول في الشوارع. يعني وأنا أقول يعني الفيروس يهدد كل إنسان يزور مريض مصاب بالفيروس, فهذا ليس بالسهل. يجب الانتباه, يجب الحذر والحيطة والحذر. هذا ما لدي يعني من هذا المؤتمر. أنهي في هذه الكلمة على أن الحياة ما زالت هي في حال يعني يجب الحيطة والحذر والعناية بأجساد الناس أو البشر في بعضها البعض, تحتفظ على النظافة وتحتفظ على حياتهم أكثر وأكثر, لا يعني يفرطون ولا يهملون في هذا الوباء الخطير. عاد وزير الصحة مرة أخرى يقوم بنقل توصياته, skal man jo altså skynde sig langsomt og gøre det grundigt, og når man så er klar lokalt, jamen så kan man så åbne op, og det vil sige, det handler altså om at indrette også vores børns hverdag på nah, hvor man kul altså, hada. يعني إذا يعني حسب عدد الإصابات والعدوى, وإذا كان مرتفع أو إذا كان منخفض الأعداد, هو الذي يحكم الحياة كيف تكون في الدنمارك. وأيضا ذكرت رئاسة الشرطة في هذا المؤتمر تحذر المواطنين بأن إذا تمت الخروقات بالحجر الصحي سيتم إجراءات صارمة على المواطن ويتعرض إلى مخالفة, كما حصل مثلا في ألمانيا يعرض إلى مخالفات يعني بعداد 7000 يورو مثلا. ولكن هنا في الدنمارك سيقومون بمعاقبة الذي يخترق قانون الحجر الصحي بتعرضه يعني حصول على مخالفة مالية. هذا ما ذكره وزير الشرطة, لا أدري ما هذا يعني منصبه, رئيس الشرطة اللي هو يعني في منطقة كوبنهاجن أو في الدنمارك, يعني طبعا يصدر عنه القرارات لجميع يعني المواطنين في الدنمارك. يعني هذا القانون إذا استمر عدم الإصغاء للقانون سيعرضون إلى المخالفات. يعني هذا التفسير اللي شرحه رئيس الشرطة. وتكلمت عن المواصلات والحافلات, يعني
عدم التجمعات وعدم التزاحم، وهي فارغة يعني، لا يعني يوجد فيها أعداد كثيرة. يعني الحياة الاقتصادية، الحياة يعني الاقتصادية ما زالت يعني جيدة، ولكن عودة الحياة تدريجيا هو بعد أعياد البوسكا، اللي هي يعني بعد يعني 15 من نيسان، هو الذي يحدد مستوى عودة الحياة الطبيعية. يعني الصحفيون يعني يوجهون أسئلة وهي تجيب على أسئلتهم. هو البوست يعني الهواء اللي بيخرج، هو يعني اللي بيقوم بهذا الشيء. فلهذا السبب الاحتياط واجب، إنه يعني الناس تبتعد عن بعضها البعض. Befolkningen er blevet smittet, og hvis det er tilfældet, hvad er det så for nogle konsekvenser, vi kan se ind i, både økonomisk, men jo sådan set også for alle de mange mennesker, der ligger på hospitalerne, eller burde ligge på hospitalerne, og ikke bliver behandlet for de mange sygdomme, som måske er syge. هذا الشخص يتكلم عن كيفية يعني عملية إنه هل يعني معنات يعني إنه لقاح اللقاح يعني هل يعني تم مثلا اكتشاف شيء يعني علاج ضد هذا الوباء في الدنمارك؟ يعني كما ذكر قبل فترة أن بعض العلماء قالوا أنه في القريب العاجل أنهم سيكتشفون لقاح قريبا جدا. هذا يعني عدد من الدول ذكرت أنهم وجدوا اللقاح، ومنها الدنمارك أيضا. كل هذا تتكلم فيه عن الكورونا وفيروس الكورونا الذي يهاجم الجهاز التنفس وخاصة الرئة. يعني التنفس هو يعني بالنسبة للجهاز التنفسي أيضا هو يعني القائم بهذا السؤال الذي وجه على أن يعني تتكلم عن أنه المرض يهاجم الجهاز التنفس وخاصة الرئة والتنفس اللي هو الهواء. هو الأهم يعني أنه الدنمارك تكون مغلقة الحدود، يعني على أنه يتم أكثر حماية من هذا الوباء وارتفاع عدد المصابين الذي يهاجم الرئة. يعني المرض يهاجم الرئة. ها هم يعني يسألون أسئلة، يعني ما هو يعني نتائج وماذا يعني مستقبلا يحصل وماذا هي يعني توقعات، يعني أشياء هامة. يعني الشارع العام كله يسأل هذا السؤال. أنا لا أستطيع أن أترجم أكثر بسبب يعني اتساع الوقت، وهذا المؤتمر احتمال يكون طويلا. هذا ما لدي اليوم. أبو أمين يحييكم وأتمنى للجميع السلامة. الترجمة كانت فورية، وأشكر جميع المتابعين والمعلقون. نرجو تعليقات، ولكن حسب ترجمتنا ومقدرتنا وفهمنا على هذه الترجمة السريعة كانت هي يعني أبرز ما ذكرناه في هذه الترجمة. دمتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر مؤتمرها بعد البوسكا 15 من نيسان، ماذا سيحصل يعني في مؤتمرها القادم وهو الرابع. دمتم وإلى اللقاء.